أطل السجود، أطل السجود، سبح بألحان الوجود، واعلم بأن طريقك للصعود مفتاحه وقت السجود. أطل السجود واخشع بسجدتك الشريفة، واختم بجبهتك العفيفة ختم الرحيل إلى الخلود. إن السجود لك الحياة، وللزنيم هو الممات، وهو الذي قهر العتاة، فدينهم دين الجحود، وهمهم قتل الصلاة. ما سر حقدهم الدفين؟ هل للجحيم لهم حنين؟ أقول نعم، والجمعة الكبش السمين حتى يكون لهم غداء. هل قدرهم يكفي الغداء؟ كلا، ولكن مسجدا يكفي لجمع المؤمنين. لما الغداء؟ ألم يكونوا صائمين؟ ألسنا في شهر الصيام والأكل والشرب حرام؟ بلى، ولكن الصلاة تعني غروب الكافرين، لم ينتظر حتى التشهد والسلام كيما يذوق من الحرام. لا يكتمل طعم الحرام إذا الصلاة في ختام، لا بد من قطع الصلاة، فقطعها هو النجاة. نجاة من؟ نجاة إبليس اللعين، لم يحتمل لما رآهم ساجدين. تجسدت في روحه شخصيتين، صار ابن ملجم لعلي وصار شمضا للحسين. والمؤمنون قد غنموا فوزا عظيم، مثل علي ساجدين، مثل علي صائمين، وهم عطاشا كالحسين. في ظهر قيض ثابتين، وأكدوا أن الصلاة للعاشقين هي السبيل، والموت فيها سلسبيل. وأكدوا أن عليا لا يموت، يحيا بإحياء الصلاة. وأكدوا أن الحسين يبقى على مرء الشهود، للدين يهدي ويقود. أطل السجود واحرق به قلب